كتنظم الأكاديمية الدولية للتراث الثقافي اللامادي الدورة الرابعة لقافلة المحبة والسلام بمناسبة ترسيم السنة الأمازيغية. بهذه المناسبة كننظم هذه القافلة خاصة باش نحتفيوا من الرباط إلى تيزنيت، مرورا من المناطق المتضررة بالحوز لكي نحتفل معا بسنة الأمازيغية الجديدة. وبهذه المناسبة نتمنى لكل المغاربة سنة جديدة باليمن والبركات وبالأمان والاستقرار بالنسبة لكل المغاربة سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. كنذكر بأنه القافلة كتنظم من طرف الأكاديمية الدولية للتراث الثقافي اللامادي بالشراكة مع وزارة الثقافة، وأن من أهم الأهداف ديالها هو تثمين وصون التراث الثقافي اللامادي والحفاظ على العادات والتقاليد، وعلى رأسها من بين العادات في هذه المناسبة العزيزة والغالية على كل المغاربة اللي هي السنة الجديدة الأمازيغية. وهي يعني كما كنلاحظوا أنه التقينا مجموعة من النساء الأمازيغيات سواء بتيزنيت بأغلو الممارسة لا زالت راقية والعادات لا زالوا متشبتين بها، وهذا دليل قاطع على أن المغاربة عندهم ارتباط وثيق بتراثهم بالهوية ديالهم، رغم أن هذه الهوية متشعبة ومتعددة من الأمازيغية الحسانية الإفريقية العربية الإسلامية كل الأندلسية، وكل هذه يعني الثقافة المركبة جعلت من المغاربة عندهم واحد التشبت كبير بعاداتهم تقاليدهم. وبهذه المناسبة شفنا بأنه الأمازيغ والمغاربة كلهم مرتبطين بالأرض المعطاءة، ونتمنوا بهذه المناسبة ندعو الله باش تجي أمطار غريز الغزيرة وتفرح يعني المغاربة وتفرح الفلاحة ويكون ويعم الخير ويعم اليمن والبركة على كل المغاربة. هذا بلاد مرجان شوف القاع عشوان، هذا بلاد مرجان شوف القاع عشوان، هذا بلاد مرجان شوف القاع عشوان. غي بهراء تشرح أرا ونتيني أيوز النون زغا الصديقة يواس بهراء إم قرن اللي غنحتفل سن مساكينة إيدين نير ديما أس 11 12 13 ممكن نكرا دو السنه ز كل اسم تحتفل سي دي نايا رقيس نسكر تا ولادي كيك رقيس نسكر تا ولاد ودي رقيس نسكر تا ولاد الزيت تا ولاد ورقان تا ولا يعني دقرني الجانا رقيس نسكر وركيمن يعني علاش في النحتيد لا جدود نح وكان صراحه ازال نحيت كيلو سكاس بهريف ولكن رنت حوالي بزاف هاد النجوج هذا كله يعني ما يقال الحبوب الخير هذا كلشي باش نقول كي من نسكرت ولا اشكو حتى نكين راه نفرح السنه الامازيغيه باش كلي صحتي في الملا جدود النح باش حتى نكين ابدا سي نحتفل استبدا حنا في حتى ايتار ونح وكان دوك انا تلك ما اصنع 11 12 13 كلو تقل ميد باش كري قتيان اي سكرتا ولا اخت قمينس، ولكن الزغيلة تبارك الله زريح يا توك تنميد نار تسكر مجموعين نار تحتفال صراحة تفرح نوز كواسة تسغم كاد وكان زغيك لي ستاد لي سكر نلا جدود نح زعما زغيك هذا يعني التقاليد نح باش نسكرتا ولا ديكيك راه نسكرتا ولا باش دوركي من باش يعني انسكرتي روفين باش دنا قمامة من البركة زيك صباح باش يعني وهلي برافو 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 برافو